تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر السابق. وتقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد العظيم الذي خدم الوطن بشرف وإخلاص وكفاءة في العديد من المواقع على مدار مسيرته الوطنية الممتدة، داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وزويه الصبر والسلوان. تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من رجال الدولة. وكان الفقيد الراحل قد شغل العديد من المناصب والوظائف، كان أبرزها رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة سابقاً، وصولاً إلى منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر.